أنا هضحك على أستاذ محمد ومش هقول شعر، أنا هقول نكت. نفس القاعة دي أنا قابلت فيها فريق شبابيك، حاضر منه أنا الأستاذ أحمد حسن عمر، واستضافنا في الفريق ده في يوم الأستاذ الشاعر الكبير عبد الستار سليم. فالأستاذ عبد الستار كان موجود على المنصة، فجه الدور عليا إن أنا أطلع أقول شعر، فالجمهور طلب مني اقول قصيده الشتاته. اغلب الشعر بتاعنا بهزر فيه، بقول ان انا احسن شاعر في الدنيا ومفيش حد بيكتب شعر ليه، بهزار طبعا. فطلعت على المنصه، الناس قالوا لي قصيده الشتاته، فقلت لهم ما ينفعش اقول النص ده بالذات علشان استاذ عبد الستار سليم قاعد على المنصه، وانا في 100 شاعر بيقول فيه شعر يقلق اي جته، يعني باب الاحترام مش هينفع ان انا اقوله. فقال لي لا، انا عايزك تقول اللي هم طالبينه منك. قلت له يا ريس ما يصحش. قال لا، اللي بقول لك. قلت له اذا كان كده قال لي افتتح اناسيب اسياد الشعراء، بكتب دواوين وبراجع، كان المتنبي في اولى وانا جاي من الجامعه وراجع. قال لي بس خلاص ما تكملش. دي كانت اول نكته. النكته الثانيه، كان عندي حفله في الاوبرا، فاتصلت بالفنانه الاستاذه مديحه حمدي وقلت لها ان شاء الله حفلتي يوم الثلاثاء اللي جاي في الاوبرا. فقالت لي جايه لك يا احمد، جايه لك. قلت لها طب عشان الامن ما يضايقكيش وانت داخله من باب الاوبرا، قولي لهم انا داخله للنجم احمد مغربي. قعدت تضحك شويه وبعدين تملكت اعصابها ومسكت التليفون وقالت لي طبعا 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 انا هقول لهم ان ابني الشاعر النجم المرهف الحساس الكبير قوي. انت قلت لي اسمك ايه يا ابني؟ ده كان موقفي مع الاستاذه مديحه حمدي. اخر موقف، انا حضرت حفله لفريق صوت الصعيد مع اللي كان قبل صوت الجنوب مع الشاعر محمد المساعيدي. فكانوا عاملين عيد ميلاد صوت الصعيد، وجيت داخل من الباب فلقيت الدكتور علاء جانب الحاجز على لقب امير الشعراء بيتصور بره القاعه مع المعجبين. فانا جيت من ظهري بهزر معاه، فقلت له ممكن يا دكتور علاء لما تخلص تصوير مع المعجبين اسلم عليك؟ فبص لورا فلقانا. فقال لي البنت اللي واقفه جنبه تعالى اما اعرفك على الاستاذ احمد مغرب الشاعر الكبير. فانا طبعا اتغريت في نفسي، قلت له ايوه مين بقى الاستاذه؟ قال لي ايه يا عبد الرحمن العنوشي. قلت له طب انا داخل الحفله. صراحه